تجربة أولى فريدة من نوعها، لأول مرة يجي حزب وكما يقولوا وينزع حوايجه، معناتها يبين شنو الأمور اللي مشات، ونقد ذاتي سواء كان على المستوى الداخلي أو على مستوى المنهجية اللي اتبعها في سياسته في مواقفه. من الأخطاء أو النواقص كذلك وأننا قدمنا تنازلات أكثر من اللزوم ولم نتصدى لمسألة التسميات. ماناش متعودين أن نعمل اجتماعات صريحة، وحزب التكتل بارك الله فيه قبل أن يجيوا ناس من غير حزب التكتل. كنا نقولوا راهو الأموال الذاتية أي مساهمة الدولة في تمويل الميزانية عمال تمشي عمال تصغار. احنا في تونس ثروتنا هما بناتنا وولادنا، فكيفاش 5 سنين يتعداو وحكومات متتالية ما تنجمش تكون الثروة الوطنية؟ شو معناها؟ معناها شركات الدولة ولات كلها خاسرة. السياسة الاجتماعية ما هيش صدقة. تونس ساقعة على الجمرة، فالمشاكل هي أساساً اجتماعية. احنا كنا كما قال سي مصطفى احترقنا من أجل المرحلة، وما قدرناش أنه في جميع التجارب، رغم اللي في 2011 شفنا جميع التجارب وبالخصوص التجارب الأوروبية للانتقال الديمقراطي، وأنه الأطراف التي تشارك وتكون في الحكم بين الفترات الانتقالية تهزم فيما بعد في الانتخابات. توا ما نتسامحوش مع روحنا، على الأقل أنا ما نتسامحش مع روح، فما ديزانديكاتور معناتها السلفية، تنحية العلم، هذوما معناتها السمبوليك بتاعهم قوية ياسر. هذوما احنا كنا بالكشي بنوع من النايفتي اللي ما عطيناش قيمة كبيرة لهذه المظاهر هذية، وهي كرجال دولة ما نسامحوش روحنا فيها. نتكلم من موقع الصحفي المتابع للشأن السياسي، وما نتكلمش لا من موقع الحياد ولا من موقع الموضوعي. إذا كان ثم نقد أساسي للتكتل أنه ما فهمش اللي عنده قاعدة انتخابية. في 2014 التكتل جاب 0.72 صوت وجاب 24,600، أي خسر كنسبة وكأصوات أكثر من 90% من القاعدة الانتخابية متاعه. خيانة مؤتمن وتقالت الكلمة هذه في عالم السياسة، يعني هذا حزب انتهى. نقيمه مع غيرنا، نقيمه مع اللي شبهنا، ونقيمه مع اللي ماهوش متفق معانا، ونسمعوه ونقوله نتعلمه منه، لأنه الكلنا نتعلمه ولأنه الكلنا نحاولوا نكونوا أحسن. ثم خيانة مؤتمن الحزب اللي صوت له باش في نفس الوقت يكون ضد المنظومة القديمة وضد ما يعتبر في بعض الأوساط بإمكان قدوم الظلامية، أي بإمكان قدوم الإسلام السياسي في بعض الأوساط هذه، كان اعتبروا أن التكتل بعد ما تحصل على الأصوات نسي أن له وديعة انتخابية وتصرف وكأن هذه الوديعة ملك له. هذاك علاش في تقديري الناخبين عاقبوا بشدة التكتل. خيانة مؤتمن وتقالت الكلمة هذه، وتقالت وتكررت وتكررت بشكل اللي مهما كانت القوة متاعنا الإعلامية والقوة في الاتصال يستحيل كون النجم نجابوه. رأوا الأحزاب أدوات في الأخرى نجم تختفي، مش مشكلة، المشكلة في القيم والمشكلة في مصلحة البلد. هل ترى احنا كأحزاب الهدف الأسمى هو كون الحزب يبدأ أموره مفردة وعنده أكثر عدد من النواب في المجلس والقيادات متاعهم متفرهدين ومرسيدس تمشي ومرسيدس جي، وإلا عنده إلى جانب هالمعطيات هذه اللي هي معطيات بشرية عنده هدف أسمى هي خدمة البلاد؟ الأشياء الإيجابية ما ركزناش عليها اليوم كما لاحظتوا، حاولنا باش نركزوا على الأشياء السلبية، ربما كان اختلال في التوازن، لكن مهم عملية هذه الكشف الداخلية بالنسبة للناس اللي شاركت باش تعرف دقائق الأمور شنو ما الأسباب والمسببات اللي خلات التكتل في مرحلة دقيقة كما المرحلة الانتقالية في تونس يتخذ اللي ربما
ما فهموهاش البعض، وفما اللي يفهمها وما قبلهاش، وهذا من حقه. وأعتقد أنه في نهاية الأمر الأهم من كل شيء، وربما نكون ساذج ياسر وقت اللي نقول هذا، أنه تونس تبقى حتى وقت اللي نخسر وإحنا كلنا.